الذي تبقى من اتفاق ستوكهولم؟ ومن بيده رصاصة الرحمة على اتفاق لم يثمر شيئاً حتى الآن؟ هل بيد الحكومة أي خيارات جديدة في ظل الإخفاقات السياسية وتعنت الميليشيا؟ أهلا بكم. أصدرت الحكومة اليمنية عبر خارجيتها بياناً انتقدت فيه تصريحات هند بشأن وضع الحديدة تحت سيطرة سلطة محايدة. وذكر اليماني في البيان أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة في انتزاع ذلك. هذا الموقف تبعه موقف ثلاثي من حكومة اليمن والسعودية والإمارات. طالبت الحكومات في رسالة مشتركة لمجلس الأمن بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. التحركات البريطانية لمحاولة إنعاش الاتفاق تبدو اليوم غير مجدية، ولا يبدو أن الموقف الدولي منسجما فيما يتعلق بذلك. إذ تبرز العداوات والمصالح التي وضعت الأزمة اليمنية في مرمى أهداف السعودية، فيما بات الشارع اليمني يتساءل ماذا بعد هذا الإخفاق؟ وما هي خيارات الشرعية والتحالف بعد ذلك، خصوصا أمام تعنت الحوثي؟ فشل غير معلن لاتفاق السويد، هذا ما يبدو عليه المشهد اليمني في جانب جهود الحل السياسي. آخر ما تم في هذا الملف هو رفض الحوثيين الاتفاق الذي يقضي بانسحابهم من مينائي رأس عيسى والصليف مسافة 5 كيلومترات. كان هذا آخر ما حاول رئيس الفريق الأممي الجنرال لوليس غارد إنجازه بعد أن تقلص الاتفاق من حل ملفات كالحديدة وتعز وتبادل الأسرى، إلى أن وصل إلى تأخر القوات مسافة بسيطة. تصريح لوليس غارد الأخير حمل فيه الحوثيين مسؤولية عدم تحقيق تقدم في خطة إعادة الانتشار، وقال الجنرال الدنماركي إنه سيبلغ الأمم المتحدة أن مماطلة الحوثيين في تنفيذ الانسحاب هي سبب عدم تحقيق أي تقدم في الاتفاق. إذن فشلت الخطوات البسيطة والكبيرة في اتفاق السويد، حتى ملف تبادل الأسرى الذي كان يأمل عليه الكثير في تحقيق انفراجة إنسانية تعد خطوة ثقة بين الأطراف، لم توفي ميليشيا الحوثي بالتزاماتها تجاهها. أكثر من 80 يوماً لم يتحقق فيها شيء بالمعنى الحرفي، اجتماعات مكثفة في عمان والحديدة، وتغيير لقادة الفريق الأممي، ورحلات مكوكية لمارتن جريفيث بين صنعاء والرياض والحديدة، كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لكن الغريب أن المبعوث الأممي لا يزال يشكر الطرفين على التزامهم باتفاق السويد كما جاء في إفادته الأخيرة في مجلس الأمن. وزير الخارجية خالد اليماني طالب المبعوث الأممي مارتن جريفيث بتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، لكن جريفيث المتفائل كعادته يتجه وفريقه إلى الإغراق في بنود وتفاصيل بعيدة عن جوهر الاتفاق. تحركات وزير الخارجية البريطاني في المنطقة مؤخراً كان هدفها إنقاذ اتفاق السويد كما قال، غير أن ميليشيا الحوثي صعدت خطابها الإعلامي ضده ولا يبدو أنه سينجح في مهمته. الحكومة أيضاً رفضت تصريحات جيرمي هانت التي قال فيها إن المدينة والموانئ يجب أن تخضع لإدارة قوات محايدة، وقال بيان الحكومة إن هذا تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم اتفاق السويد. إذن طريق مسدود وصل له اتفاق السويد، ولم تبقى سوى رصاصة الرحمة لإعلان انتهائه وترتيب الأطراف لخياراتها المفتوحة بعد طي صفحات السويد جوار صفحات سابقة نالت المصير نفسه. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون. مساء الخير بداية دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا لو بدأت معك من آخر المشهد، برأيك ما الذي يمكن أن يحدث في حال أعلن الفشل النهائي لاتفاق ستوكهولم؟ المسألة في ستوكهولم لا علاقة لها بالفشل. ستوكهولم هي شرعنت لأن تكون الأمم المتحدة في الجغرافية اليمنية، وسحبت الملف من دول التحالف، بالتالي ليس هام لدى الدول الراعية والدول المهيمنة نجاح ميناء الحديدة من عدمه. الآن هناك
وجود في الجغرافيا وفقا لقرارات مجلس الأمن في الجغرافيا اليمنية، وهذا يمهد لكيفية صياغة الجغرافيا الوطنية والهويات في المستقبل. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، وأنا أتحمل المسؤولية على ما أقوله، اتفاقية ستوكهولم أعدت للجمهورية العربية اليمنية وليس للجمهورية اليمنية، لأن هذا مشروع يمتد حتى تعز. اثنين، وأؤكد ذلك، أن ميناء الحديدة، لماذا لم يتحدثون عن ميناء عدن؟ ثاني ميناء في العالم أو ثالث ميناء في العالم، ميناء المخا، ميناء حضرموت، المواني المنتشرة على آلاف الكيلومترات في الساحل اليمني. الأمم المتحدة الآن وضعت، لو تلاحظ في ستوكهولم قاموا بالضغط، لأنه عندما الملف بريطانيا كانت يعني مشرفة على الملف اليمني دون الظهور، لذلك حتى ملف الجنوب كان بيد شخص بريطاني من أيام اسمه ولد الشيخ، كان شاب متمكن، وفي مصري ماسك ملف تعز وهكذا، لذلك كانت تراقب الوضع. عندما بعد حادثة، وطبعا الموضوع حادثة خشخجي لا علاقة لها بتوقيت ستوكهولم، هي فقط الذريعة، لأنه الحوثيين أصبحوا سلطة واقعية، هناك المناطق الجنوبية تم تأثيثها، وهناك واقع جديد، سلطة شرعية في خارج الجغرافيا. في هذا التوقيت ينبغي الحفاظ على كل الأطراف وفقا لوزنه. هناك سلطة شرعية وزنها في الجغرافيا الخارجية، هناك سلطة واقعية في صنعاء ويسموها حتى في خطابهم، وهناك سلطة واقعية بالرغم أنه لم تقوم بالانقلاب بعد، ولكنها كانت ستقوم بالانقلاب حال انتقال اتفاق ستوكهولم إلى تعز، يعني وهذا سيحدث قريبا، وهناك الآن تنسيقات مع بريطانيا في هذا الموضوع. العنصر الثالث والخطير في هذه المسألة، أن السلطة الشرعية تصريح وزير الخارجية منطقي، لكن هذه السلطة تابعة، بالتالي كيف يمكن لك أن تقبل اتفاق ستوكهولم لطرف ثالث؟ أنت قبلت من الكويت لجنيف لأكثر من حوار أنه 22-16 والمرجعيات واتفاقية الأمم المتحدة هي عبارة عن ديباجة الحوار، الديباجة موجودة في القرارات، لكن التفاوض حول شيء آخر. اثنين، لما يقول لك تسليم من طرف ثالث، ما الحوثيين من في جنيف وفي الكويت كانوا يتحدثوا تسليم السلاح، تسليم، لكن السلاح، كان الطرف الثالث محدد بأنه طرف يمني. الطرف الثالث الآن هذا كان يعني لم اتفاق ستوكهولم لم يتحدث عن سلطة خارجية محايدة أو سلطة ثالثة خارجة عن الإطار الموجود. أتفهم موقفك. هم هل تتوقع أنت كان الدول الراعية وتحديدا حتى دول التحالف والإمارات ما كانوش، يعني الإمارات تلعب تغير مراكز القوى وتغير تجد مؤسسة جديدة، والسعودية تخطط لمنطقة شرقية وتريد التحكم بالسلطة القادمة أن تكون موالية، يعني حتى من هي النخبة التي ستصعد إلى السلطة، هذا جزء من السعودية تراقب الحقل السياسي اليمني منذ الثورة اليمنية، ليس الآن. الاتفاقية الخليجية هي وقت للثورة، وهي تجديد شرعية صالح، بس أوصل الفكرة. هل تتوقعين المجتمع الغربي ما كانش عارف أنه في أزمة إنسانية؟ هل ما كانش عارف أن الحوثيين يسرقون المؤسسات الغذائية؟ هل ما كانش عارف انه في، يعني هل الغرب ما يعرفش ميناء عدن، ولا يعرف ميناء حضرموت، ولا يعرف انه يعني هذه المواني معطله، ما يعرفش انه ميناء عدن بيد الامارات، ما يعرفش انه القاعده حتى الفراغات الامنيه في عدن انها في قاعده تبع الامارات، في قاعده زي ما كان صالح عنده قاعده، الامارات عنده قاعده، وبالتالي الفوضى المنظمه الموجوده، وهذا ضمن اتفاق مع بريطانيا وامريكا، الامارات تلعب بالاتفاق مع الدول، طبعا لن تقطف الثمار، الامارات ستاخذ فتات، هذا الامارات اداه لمشروع شرق اوسطي يقوم، اليمنيين بيدهم يستطيعوا يوقفوا هذا المشروع او لا. انا ناديت عبر انه الان لما يقول واحد اتفاق ستوكهولم فضفاض، في فضفاض، هل تتوقع الحوثيين سلموا اسرع عندما تقع اتفاق، وعندما يقول وزير الخارجية هذا أخي ونحن اختلفنا وانقلها، هذا خطابات غوغائية، يعني المنطقة الآن فين؟
المنطق خطير الآن. الآن في 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 حضرموت عمليات حراك. المنطقة الشرقية شبوة المهرة قطعة منفصل. عدن ولاحق وأبين قطع منفصل. تعز قطع منفصل. نحن الآن أمام حديدة الآن قطع منفصل. نحن أمام جغرافيات وسلط متعددة. في نهاية الأمر هل تعتقد أن يعني الولايات المتحدة أو بريطانيا يهمها التجزئة من عدم بقدر ما يهمها أن تكون موجودة وتشرف على أهم ميناء وهو باب المندب؟ طيب يليه دعنا نتحدث يعني بعيدا عن الخطاب التعبوي. كل شيء في اليمن أنا لا أريد يعني ما يسمى تحت السيطرة في إطار ما يسمى بالفوضى المنظمة. كما تعلمين ميناء عدن يعني من أهم الموانئ، إضافة أنه منافس لميناء دبي، وبريطانيا تسعى إلى العودة إلى ميناء عدن. معروف أن سوق قطرة في غاية الأهمية بالنسبة للأمريكان لطريق الحرير، وهناك صراع الآن بين الصين وأمريكا حول هذه الممرات. ميناء المخا في غاية الأهمية، في هناك 4-5 مليون برميل نفط يوميا يمر من مضيق باب المندب. هناك أيضا المنطقة اليمنية في إطار المنطقة، تشكيلها في إطار المنطقة العربية، أصبحت العراق مجال إيراني وليس مجال عربي. لا. سوريا إذا ما تم التسوية كان بالإمكان إسقاط بشار الأسد، لكن هناك خطورة على إسرائيل، لذلك سيبقى بشار الأسد ليكون هناك سنة وشيعة وعلويين وأكراد وكل هذا الشيء. في اليمن الآن لا يمكن لك كذا الخطة الغربية تقول أنه لابد أن يبقى الحوثيين، لأنه الغرب وكل دول التحالف ومسك الملف اليمني، تحمل المسؤولية المادية، اشتري سلاح مدي مليارات من الفلوس. هذا يعمل إيش؟ حقوق إنسان، انتهاكات، هذا بعدين مقايضات، 400 مليار هي مقايضات، كما المقايضة بحادثة اغتيال جمال خاشقجي، هذه كلها موضوع. هم هل توقعين أنه الاتفاقية الهدنة الاقتصادية التي يعني أنا استغرب على السلطة الشرعية، يعني أنا أقول لك أنه لابد أن يبقى البنك المركزي تحت رعاية الحوثيين، وأنت تعرف أنه دي ماليشيات يعني فجروا بيوت، فجروا مساجد، لصوص، نهابين، ما عندهم ثقافة الدولة، بالتالي الغرب حافظ على الحوثيين عندما أعطاهم البنك المركزي بعد ما أخذوا المليارات وأسسوا لهم شركات وخذوا العقارات في صنعاء، اشتروا يعني الموالات. الحكومة استيقظت والجماعة أصبحوا سلطة. بقاء البنك المركزي تحت حماية الحوثيين ذا اعتراف ضمني بالحوثيين. الغرب كان يخطط، ثم تركنا 4 سنوات هو يتابع يعرف أنه عدن يعني ليس بيد الشرعية تماما. لا لا، هو يعني هبت لما الآن قالوا كشفت تقرير لجنة العقوبات، هاي تمثيليات، يعني لجنة العقوبة بتعرفش أنه في سجون سرية، مش الأمريكان مشاركين فيها. ميناء عدن ما حد يعرفه، يعني أعتقد البريطاني ما يعرفوش ميناء عدن، يعرفوا ميناء عدن وأنه معطل وأنه طائرة الرئيس، هذه أمنية استخباراتي. هناك يعني لما هم تركوا المسألة تركوها الحوثيين أصبحوا سلطة. شوفي كانوا يقولوا طرفنا طرف النزاع، بعدين قالوا دي فكتو أثورتي، سلطة واقعية، بعدين ما يتكلموش عن عدن كسلطة واقعية، يعني هم يتكلموا عن حراك. الآن هو الآن المجلس الحراك الجنوبي بميليشياته الإماراتية سلطة واقعية دون الإعلان. الإعلان فقط بيكون ليوم يومين بيكونوا مسيطرين، وكان معهم خطة لاستلام المؤسسات. إذن المجتمع الغربي ترك السعودية، والسعودية عندها كارثة. أنا قرأت قبل يومين لبعض الشخصيات المقربة من صناعة القرار السعودي، حسوا الآن أنهم في الفخ، يعني بدأوا يدركوا أن الذي يعتقد أن مشروع السني، المشروع السني بمعنى أنه إسرائيل جزء من الناتو السني لمواجهة إيران. صحيح مع إيران زعزعت المنطقة، إيران لديها طموح في المنطقة، لكن إيجاد بقاء الحوثيين في اليمن، بقاءهم في اليمن للأمريكان والبريطانيين في غاية الأهمية. الحوثيين لا يريدوا الجنوب اليمني، واحتمال في لحظة ما يعني هم ليس لأنهم يريدوهاش، لأنه هنا روسيا تحب العودة إلى اليمن الجنوبية، أمريكا تريد سوق قطرة، حتى من أيام صالح كانوا يريدوا سوق قطرة، البريطانيين يحقوا أنهم الأحق، حتى الملف في العراق مسلم لبريطانيا. بالتالي الحوثيين وإيران إذا ما استعادوا الجمهورية العربية اليمنية
هذا المجال التاريخي للدولة الإمامية الزيدية اللي كانت هي محمد الدين وغيره، هذا أقصى طموح. إذن هم الآن في إذن سأسألك دكتور عن السيناريوهات المحتملة لما بعد السويد، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا براء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا. أهلا بك. إذا أستاذ براء، عاش اليمنيون الكثير من الإخفاقات بعد كل الاتفاقات التي يعني يتم عقدها المبعوثون الأمميون السابقون واللاحق هذا مع ميليشيا الحوثي. برأيك هل يمكن أو هل نستطيع أن نقول أن اتفاق السويد أيضا يلحق كل تلك الإخفاقات؟ أعتقد الآن أنه من الآمن نحن نقول أنه اتفاق السويد يذهب أدراج الرياح مثله مثل الاتفاقات السابقة. واتفاق السويد كان أكثر مما هو يعني عليه أنه اتفاق قد يصل إلى نتيجة، كان أكثر تلبية لرغبة ضغوط المجتمع الدولي الذي أعتقد في لحظة أنه ربما يكون قريب من الوصول إلى حل، بعد أن استطاع أنه يضغط تحديدا على المملكة العربية السعودية أنها والإمارات أنها تتوقف عن العمليات وتفسح المجال للمسار السياسي بأن يتم. النتيجة وأن واضح الآن أنه حتى المجتمع الدولي يصل الآن إلى نفس النتيجة التي وصلت لها الشرعية من قبل، وصل لها معظم اليمنيين من قبل، أن الجماعة الحوثي تحاول فقط الاستفادة من عامل الوقت. العملية السياسية كلها بالنسبة لها هي وقت، هي مسألة استنزاف الوقت، ليس هناك عملية سياسية حقيقية ستؤدي في هذه المرحلة إلى الوصول إلى تسوية إلا إذا استطاعت الآن الحكومة اليمنية أن يعني ترفع بعملية عسكرية، وخصوصا أن هناك فرصة كبيرة فيما يحدث الآن في محافظة حجة، وتقلب الطاولة على جماعة الحوثي. في الأخير المجتمع الدولي يتعامل مع الوقائع. والواقع الذي على الميدان لو تغير في منطقة استراتيجية مثل محافظة حجة ستتغير معها معطيات كثيرة. نعم. إذن يعني كما قلت أستاذ براء، الحوثيون بالنسبة لهم أي هدنة أو أي اتفاق سياسي هو مجرد عامل وقت يحاولون الاستفادة منه بأي وسيلة كانت. الحكومة لم تعي ذلك ربما في جميع الاتفاقات أو المشاورات والمباحثات، كنا نتحدث على نفس النقطة. الإشكالية الآن لما لا تستغل الحكومة أيضا كما قلت ما يحدث في حجور، خاصة أنها خارج الاتفاق. نعلم أن الهدنة فقط في الحديدة والتي لم يلتزم بها الحوثيون أساسا. أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية المشكلة أن الطريقة التي تدار فيها المسألة برمتها، يعني مثلا تعز هي خارج الاتفاق وبالإمكان حسم معركة تعز، حجور وحجة هي خارج الاتفاق، وغيرها من المناطق. الميزة التي توفرها حجور أنها في قلب الجغرافيا التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. تغير كبير في مثل هذه المعادلة سيعكس المزاج الدولي برمته. وفي الأخير أنا أقول لك يعني المجتمع الدولي الإشكالية التي سنواجهها معه أنه إذا انتظرنا حل من قبل المجتمع الدولي، الفهمه للقضية اليمنية قاصر جدا. كل الحلول السياسية يراها أنها عبارة عن تسوية يتقاسم فيها الأطراف السلطة وتنتهي المسألة. لا يوجد هناك فهم لعمق الصراع اليمني. المزاج بالتأكيد سيتغير إذا شعر المجتمع الدولي أن هناك تغيير حقيقي في الميدان. وهذه الإشكالية على فكرة نحن نواجهها بشكل مستمر. كلما نلتقي مع الدبلوماسيين الدوليين والهيئات الدولية يقولوا لنا بشكل واضح الحرب لها 4 سنوات. ومن فترة طويلة لم تتغير المواقع العسكرية باستثناء الفترة الأخيرة عندما حصل تقدم في الحديدة، لكن ليس هناك تغير نوعي يعكس أو يقلب المعادلة بشكل كامل على جماعة الحوثي.
نعم، ابقى معنا أستاذ براس، أعود إليك بعد أن أسأل الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، إذن برأيك يعني إذا يعني الجميع يشير بأن اتفاق السويد لم يعد موجودا عمليا يعني ولا يعني ووصل ربما إلى مرحلة موت حقيقي، برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة بعد السويد؟ طيب أنا يعني في إطار الربط مع السابق، نعم، اتفاق السويد اتفقنا في مقدمة حديثي أنه الهدف منه وجود الأمم المتحدة في الجغرافية اليمنية. الحوثيين ذهبوا إلى اتفاق السويد، هم بحاجة إلى اعتراف دولي بهم كسلطة واقعية بعد تصفيات صالح، وهم نحن ندرك الحوثيين لا يريدون حل جزئي، بمعنى يا حل شامل سياسي بمعنى أنه الانتقال لحكومة وحدة وطنية وهم طرف رئيسي أو لا. السلطة الشرعية سلطة تابعة، دول التحالف كانت تحت الضغط الدولي نظرا لملف حقوق الانسان نظرا لحديثة خاشقجي، جعلها تعطي اشارة للسلطة بالذهاب الى السويد. بالتالي وكانت تعتقد انها ستاخذ الحديدة وتستمر في المعارك بقية المناطق، لكن لدينا خلل واضح. دول التحالف مثلها مثل الحوثيين، الحوثيين انقلبوا على السلطة، دول التحالف انقلبت على السلطة. نكون بشكل واضح، يعني لا يمكن لك يعني يعني الضربات من دول التحالف اكثر تاثير وعمق من الحوثيين. الحوثيين نحن نشاهدهم، الامارات كانت تغتال السلطه الشرعيه وتسحب منها البساط بالتدريج، لكن نحن لدينا سلطه تابعه وخانعه وفاقده للرؤيه، السلطه الشرعيه اليمنيه. اما الان بالنسبه لي الامارات ما قامت به لن هذا اللي قامت به تعتبر يعني عمليات وإجراءات خطيرة، سيكون لها تأثير على المستوى البعيد. الإمارات ستكون في مواجهة مع التاريخ، مع الشعب اليمني، لأنها هددت سيادتنا، لأنها أضعفت سلطتنا، ولأنها هي تنسق مع الحوثيين. هناك تنسيقات، لأن الإمارات لا تريد المناطق الشمالية، هي تريد وأد الثورة الشبابية، تريد أن تكون تعز هي الموصل وهي حلب، وتريد فقط في المناطق الجنوبية، وهذا يلتقي مع الغرب، يلتقي مع الغرب، لأن الغرب يريد، لأنه لا أدري إذا كنت قد أعيد نفس الحديث، لكن هناك دراسة تقول أن يعني الآن نزلت في بلومبرج ونزلت في بعض الدراسات أن مخزون اليمن من النفط يفوق دول الخليج برمتها، وهناك تقريبا المخزون الأكثر شوي أكثر هو في المناطق الجنوبية. اثنين، الحرب اللي هتكون بباب المندب ومضيق هرمز ينبغي أن تمر السعودية يكون معها إلى مضيق هرمز. الآن عمان غائبة ولكنها جزء من الصراع في اليمن. نعم، تريد أنت عمان لها نفوذ. نحن الآن اليمن أمام هذه السلطة. نعم، لكن دكتور يعني بكل هذه المعطيات ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني ما الذي نعم إلى أين يمكن أن نصل بعد إذا لم فشل كثير إذا من لم الاتفاقات؟ إذا لم تلتقط النخب السياسية اليمنية والتجارية والمدنية. شوفي، أنا أتابع حملة في مصر، يعني إحنا كان لا نعول لأن الأحزاب السياسية كانت ضعيفة ومطامحة. يعني في جملة اليوم نزلتها أنا تقول عندما أخذ بمقابل أتحول من مناضل لمرتزق. عندما يكون الوزراء وأعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة تستلم مرتبات من دول التحالف، يعني أنت إنسان تابع وليس لك سياسة. عندما أنت ليس لديك يعني موارد مالية من نفطك وغازك، أنا أستغرب الآن هل بالفعل يعني أمام رئيس، هل هذا الرجل واعي؟ هل هو خارج نطاق التغطية؟ يعني مطار عدن مغلق، الغاز ممنوع التصدير، ميناء عدن يتوقف، ميناء المخا، ما الرجل ما أي سلطة هذه؟ هي سلطة. نحن مشكلتنا في السلطة الشرعية، يعني الآن بعد 4 سنوات المناطق الجنوبية تدربت على إدارة الحياة اليومية، تدربت. الحكاية كلها إشارة بالانقلاب على السلطة نظرا لتردي الخدمات. حتى الناس يقول لك إنه هذول الحراك الجنوبي لم يحقق الكهرباء والمياه، لا، هم بعدين بيقولوا إنه السلطة الشرعية لها 4 سنوات لا قدمت مياه ولا للحوثيين، لا مياه لا كهرباء لا مرتبات، بيعملوا أزمة خانقة في الجنوب بالنفط والمرتبات قبل الانقضاض على المؤسسات للإنقاذ. والإمارات ستضخ مال تدخل إنعاش، مسرحية واجدة. بس متى
عندما يتم نقل المعركة إلى المناطق الشمالية، بمعنى أنه الصراع بين الحوثيين والجمهوريين والزيدية والشافعية كله حيكون في منطقة تعز الحديدة المناطق هذه. هذا المشروع يمشي مع الإمارات. النخب السياسية الآن في مصر مذيع قلب العالم. نحن ما قدرناش نعمل خطاب في الداخل، نحدث حراك، نأخذ زمام المبادرة، لا في الخارج نحن قدرنا يكون لدينا يعني الـ أنا أقولها وأقولها أكثر مرة، إنه الحركة الوطنية اليمنية اعتمدت، وهذا استثناء في التاريخ، على الرسمال الوطني. استثناء استثناء تاريخي، اليمن لا استثناءين، إنه أول علاقة بالحضارة الحديثة كان بجنوب شرق آسيا وليس في أوروبا، يعني الحضارة مغير ذهبوا إلى أندونيسيا وماليزيا، كان أول احتكاك ونقلوا. العنصر الثاني المرتبط بالحركة الوطنية اليمنية التجار وتمويلهم للحركة الوطنية بكل المهاجرين اليمنيين، بكل الحركة التجارية. لم نستطيع أن نخلق كتلة وطنية داخلية وخارجية تلتقط. أنا الآن ما عندناش خيار. إذن عند هذه النقطة دكتور عبد الباقي، أعود بالحديث للأستاذ براء. أستاذ براء، يجد الدكتور عبد الباقي أنه لم يعد لدينا خيار، برأيك ما الذي بيد الشرعية من خيارات متاحة بعد كل هذه الـ يعني الأحداث التي جرت مؤخرا؟ طبعا بالنسبة للخيارات الحكومة الشرعية، هي أنها تستمر في مهما كانت التحديات يجب أن تستمر في عملها من داخل محافظة عدن. مهما ظهرت أن التحديات كبيرة، مهما ظهرت أن هناك عراقيل كبيرة، يجب أنها تستمر. أنا طبعا لا أتفق في كثير ما طرحه الدكتور عبد الباقي، فتصور أن هناك نظرية مؤامرة كبيرة والكل يتآمر على الوضع اليمني. للأسف الوضع في اليمن يعني المسؤول عنه، وأنا دائما أقول هذا الكلام، مسؤول عنه بدرجة رئيسية هم اليمنيين. التعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة اليمنية هي تعاطي بسبب مدى تأثير اليمن اصلا في المحيط الاقليمي، ومدى تأثيره في المحيط الدولي. العلاقة طبعا مع التحالف هي بالتأكيد انا اتفق انها علاقة مختلة، ولكن يعني لو قرأنا مسار كل التدخلات العسكرية التي تمت في كثير من دول العالم لوجدنا انهم مروا بنفس الصعوبات التي مرت بها اللي تمر بها الشرعية الآن. وإذا حتى لو يعني حاولنا أن نستدعي الماضي القريب، وهو تدخل القوات المصرية في دعم الحركة الوطنية داخل اليمن، مروا بنفس التحديات، وكانوا يقولوا علي أن هذا احتلال، وأن أنها مارست يعني فظيعة داخل اليمن، وقوضت الصف الجمهوري. لكن في الأخير ما دام أن الصف الجمهوري استطاع أنه يصمد في الداخل اليمني، هو من يستطيع أنه يحرك نعم، لأنه في الداخل. أستاذ براء، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية وهي في الخارج؟ يعني كيف يمكن أن تثبت تواجدها في عدن كما قلت، وهناك من يرفض وجود الكثير من الوزراء، وجود أن تمارس الحكومة مهامها بشكل طبيعي؟ الحكومة أولا تبتدأ من أفراد الحكومة الذين هم متواجدين داخل عدن، ورئيس الحكومة متواجد داخل عدن، يتم استمرار العمل حتى تثبت وجودها داخل الدولة. النقطة الثانية هي طبعا أنها تحاول أنها مهما كان تحرك الجبهات التي إلى حد كبير تسيطر عليها، خصوصا في مناطق في المناطق الشمالية مثل حجة، مثل غيرها من المناطق. انتزاع اللحظة أيضا مهم، يعني عندما تكون عندنا فرصة كبيرة مثل ما حدث داخل منطقة حجور، مجموعة قليلة وبسلاح بسيط جدا استطاعوا أن يحدثوا هذه الدوشة على جماعة الحوثي، يجب على الحكومة الشرعية أنها تنتزع هذه اللحظة. في الأخير بالتأكيد احنا يعني احنا ايش منتظرين من العالم؟ احنا نقول تعال انقذنا، هو يقدم لك هذا الحل، وهذا الحل هو بطبيعته ناقص، ولكن يقول لك على الأقل حل أفضل من لا شيء، يعني شيء أفضل من لا شيء، أن تتقاسم السلطة أنتم وجماعة الحوثيين أفضل لكم من لا شيء. نعم، إذن كيف تنظر إلى موقف بريطانيا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغوط على الميليشيا؟ يعني مرة أخرى احنا نفهم جماعة الحوثي تدرك جيدا نقطة الضعف لدى المجتمع الدولي. النقطة الضعف الأساسية أن المجتمع الدولي لا يملك
تمتلك أوراق ضغط عليها. فمهما يعني حاولوا أن يلتقوا مع جماعة الحوثي ويلتقي وزير الخارجية مثلا مع محمد عبد السلام، في الأخير أوراق الضغط عليهم ضعيفة جدا بعكس الحكومة الشرعية. المطلوب الآن على الحكومة الشرعية أنها تنتبه لهذه النقطة، ولا نعطي هذه الأوراق بشكل متكرر لجماعة الحوثي. وقد تكون الفرصة التي يعني جماعة الحوثي أنها طرحت نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي، في حال أن تصاعدت المعارك مرة أخرى داخل محافظة الحديدة، المجتمع الدولي هذه المرة وتحديدا بريطانيا ستدرك أن جماعة الحوثي أصلا لم تلتزم بالاتفاق. طبعا التغير في المزاج الدولي أيضا يجب أن تكون هناك التقاط الفرص وعدم جر المعركة إلى ما لا نهاية. في الأخير أكيد أنت عندك معركة مستمرة لأربع سنوات، يقول لك بالتأكيد أنت لن تحدث فرق في ما يعني لن تحدث في سنة ما لن تحدثه في أربع سنوات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك البراشي بن الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك دكتور عبد الباقي، برأيك أنت دكتور يعني تحركات الوزير البريطاني جيريمي هانت كيف تقرأها أنت؟ التحركات في إطار كما قلت لك الآن، التحركات هي لامتصاص الضغط الدولي لإيجاد واقع جديد واضح. البريطانيين يتحركون بأريحية مطلقة لأنه الملف بيد بريطانيا الآن خلاص، الملف أصبح بريطانيا، الأمم المتحدة أصبحت أمرا واقعا، بمعنى أنه في المستقبل وهذا المقدمة لأنه ستراقب فقط وقف إطلاق النار على مستوى جغرافيا، ثم سيأتي إلى الأمريكان والبريطانيين في إطار مكافحة الإرهاب. لكن دعني أعلق على بعض عنصرين. كنت في مقابلة هنا وتحدث أحد الشخصية المطلعة بأن في مؤتمر الرياض تم الحديث أن دول الخليج كانت مع وجود جيش يمني دفاعي وليس وطني يعني كامل، هذا عنصر في غاية الأهمية. العنصر الآخر، دول التحالف أوقفت الجيش الوطني عند خوم صنعاء. شوفي الآن مارب، تعرف مارب محمية بالباتريوت الإماراتي، بالعبارة أنه الإمارات تبتز محافظة مارب، تبتز وتستوعب في حال انسحاب الباتريوت يعني ستكون مكشوفة، مارب مكشوفة، يعني أنه هم خططوا بحيث مرتبات الجيش يؤخر المرتبات 3-4 أشهر، يخليك تموت جوع ثم يشعرك أنه هو الذي يعطيك المرتب. المسألة كانت في غاية الأهمية، كانوا هم يريدوا الحوثيين أصبح سلطة واقعية وسلطة واقعية أخرى في الجنوب، إيجاد مجموعة من الجغرافية والسلطات، بينما المسألة في غاية دول يعني لو كانوا صادقين في استعادة السلطة لهم كل مصالح. الجيش الوطني يدعم ويسلم له السلاح، هو كفيل بتحرير أرضه والقضاء على الانقلاب، ولا يمكن لسلطة شرعية أن تحاكم بحقوق يعني لا 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 العنصر دحين دول التحالف الآن تأخذ ملف حقوقي، هذا جيش وطني يمارس السيادة في جغرافيته وله الحق وفقا للقانون الدولي وفقا لمفهوم الدولة بممارسة العنف وبسط سيادة الدولة دون حديث عن أنك تتحمل ملف حقوق إنسان لأنك دولة. الآن نحن أمام جيش وطني في التخوم، هذا يدي إلى إحباط لدى الجيش الوطني اليمني، جيش مرتباته مرتبطة بدول التحالف، المناطق مارب الآن نموذج مارب، لكن مارب محمية باتريوت إماراتي، بالتالي ممكن في لحظة لو السلطة رفضت خروج الإمارات ممكن يعني الباتريوت يروح. مارب في مرمى الحوثيين، يعني أنت أربع سنوات مش قادر تأمن منطقة تعز تأمن لها باتريوت خاصة بها يعني بالجيش. أنا أقصد أنه يعني إذا كان عندك جيش وطني وتركت القبائل في القبائل، هل توقع أنتم الحوثيين يعني منها بهذه القوة حتى لو سيطروا على سلاح صالح؟ شوفي الدولة والشعب اليمني إرادة، يعني الجزائريين واجهوا فرنسا بكل جبروتها، العزل في تعز، العزل في الحديدة، العزل القبائل لديهم قضية ولديهم إرادة وإيمان، والآخر العقائديين أقل. وطبعا خلي بالك أنا قبل يومين كنا نتحدث عن مشرفين في المدارس، يعني دخلوا مشرفين الحوثيين، يعني أنت الآن تغيير الذاكرة الوطنية، تغيير رموز الوطنية الآن مع يعني في جامعة صنعاء الآن النيابة الأكاديمية تقوم بكل أسبوع بلقاء حول تحرير خطاب عبد الملك الحوثي،
المدارس تغير المناهج. يعني أنت في المستقبل ما بتواجهش عسكر، بتواجه أفكار، يعني إنه الزبيري، النعمان، الحركة الوطنية، كلها في أخطر شيء شرعية الحاكم. عندما جيل يرى أن شرعية الحاكم في البطنين وفي عبد الملك الحوثي ستواجه أفكار وعقائد مذهبية، بالتالي لن تقادر تستعد جغرافيا، ولا قادر تقوم بعملية ما يسمى بالحرب الثقافية والمعرفية، بحيث تحافظ على نقاء الذاكرة الوطنية وعلى ما يسمى رص الصفوف وتوحيد المزاج الشعبي الوطني. والآن يريدون إيش؟ وأنا يستغرب الحكومة، يقول لك يعني يريدوا تطبيق استوكهولم على تعز. تطبيق استوكهولم على تعز انتهت الجمهورية اليمنية، انتهت، لأن الرسماد الوطني اللي تم مراكمته في تعز، تضحية أبناء تعز، الحامل الاجتماعي المشروع، لم يعني شوفي كلام خطير، يعني شوفي لما الحوثيين يعد انتشارهم في تعز وعاد انتشارهم في الحيدة، الحوثيين موجودين. أنت إيش اللي قدمته؟ خليت الحوثي موجود في الجغرافيا، كان هنا تحول لهنا، هو يسمح لك دخل الأكل والمياه. بالتالي إيش يعني هذا؟ يعني أنه سلطة واقعية توازي دول التحالف وسلطة شرعية. هذا فين؟ في الجمهورية العربية اليمنية. هذا خطير. يعني نحن الآن نتحدث كردستان اللي هي الجنوب، وهذا الكلام كنت أقوله يزعله كثير، نفس الأسلوب حق كردستان، تدريب الجنوب على إدارة الحياة الذاتية وعمل مؤسسات وميليشيات، بعيدا عن السلطة. بعيد عن السلطة. طيب الآن لما يقول لك تطبيق على تعز، انتهينا. يعني عبارة أنه هذه المدينة لو كان السلطة الشرعية جادة الآن مع قبائل، مجموعة قبائل، قلنا لهم بعملية بسيطة جدا، إنزال شخصية عسكرية تدير المعركة عسكريا وليس قبائليا، إيصال المساعدات الغذائية والتغطية. اثنين، مدينة تعز ينبغي ألا يتم تعميم، لأن الحوثيين هم لما قابلوا حديدة نوع من التكتيك، الآن الحوثيين أصبحوا سلطة واقعية، اعترف بهم، حققوا الهدف، لكن الحوثيين من الكويت، من جنيف، يقول لك حل جزئي، لا حل شامل، ما فيش حاجة اسمها تسليم سلاح، نعمل حكومة وحدة وطنية، عبد رب ونائب الرئيس انتهى، وبعدين نتحدث عن تسليم السلاح. لمن نسلم السلاح الآن؟ لمن يسلم؟ الأمن معهم، الحرس الجمهوري عندهم، المؤسسة، لما الآن بحديدة مش هم بدلوا الزي فقط، يعني يسلموه من حوثي لحوثي. بالتالي هذا ليش؟ لأنه أجلت 4 سنوات. الآن أقولهم، أنا نبه، شوفي العملية ما هيش، أقول استوكهولم متعلق بالجمهورية العربية اليمنية وليس في الجنوب. البريطانيين لديهم هدف بفصل الجنوب والشمال، لأنه ولازم بقاء الحوثيين. المعركة الثقافية، وأنا أنبه على المعركة الثقافية، المعركة الثقافية اللي هي الآن هناك تغيير في الذاكرة الوطنية اليمنية وفي رموزها، وهذا أخطر بمليون مرة. وأذكر المواطنين اليمنيين أنه عمار بن ياسر كان بالإمكان أن يقول كفرت بدين محمد، لكن الجسد ما هو اللي حامل للفكرة، بالتالي هو ممكن يتحمل عذاب، يتحمل حرق، يتحمل في سبيل الفكرة. أصعب يعني أقوى شيء في الكائن الإنساني الفكرة. لذلك يعني لم يقل كفرت بدين محمد، يقول لك أنا تكتكت. لذلك أنت بجيل الجيل، في جيل عقائدي تبع الحوثيين دربونه من قبل 90، الجيل حق الشباب المؤمن، الشباب المؤمن الآن بينتقلوا إلى 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 الجغرافيا السنية، إلى الجغرافيا اللي هي إيش؟ هل تتوقع أنه ما زال يعني يمكن اللعب على هذه النقطة من قبل الحوثيين؟ يعني أنا أظن أن الناس وصلوا إلى مرحلة يعني تشبع حقيقي من وجود الميليشيا، وصلوا إلى مرحلة ولكن هناك خوف بالمقابل. لا، في سؤالك في غاية الأهمية. في علم الاجتماع يقال عندما تفشل المشاريع الوطنية، عندما تفشل الدولة الوطنية وتوجد البدائل، نعود إلى ما قبل الدولة الوطنية، ما يسمى اللاشعور السياسي أو اللاشعور الجمعي، يبحث عن رابطة توفر الحماية. يعني الآن واحد قبيلي داعي، هو مش موافق على الحوثيين، بس إذا خرج من الداعي القبلي ما حد بيحميه، هل الدولة مش موجودة؟ بالتالي هذا محمد عبد الجابري في اللاشعور السياسي والعقل السياسي العربي، ما يسمى بكيف يمارس اللاشعور السياسي ضغطا على الأفراد والجماعات، بحيث تعود إلى تعز، حضرمي، إبي، صنعاني، ها؟ وليش؟ لأنه الدولة فشلت. لذلك السلطة الشرعية لم تقدم نموذج، لا في عدن ولا في تعز. والحوثي أيضا لم يقدم نموذج. يعني أنا شو أوصل لك بالفكرة؟ أقول لك أنه لو تقدم الجيش اليمني باتجاه صنعاء،
سيخرج الناس من الداخل من 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 القبور ستنفجر الأرض عن بكرة، لأنه هذا المشروع فاشل. من نجح المشروع الحوثي؟ الإمارات العربية المتحدة والسعودية والسلطة النائمة. أنا لا أهجم على سلطة، سلطة شرعية جسر عبور، بس من الألم الشديد لأنه هذه السلطة وضعتنا في موقف كل هذه المصائب بعبد رب منصور هادي وفريقه اللي حوله. يعني نحن لا نصب سلطة ولسنا موظفين معهم، بس ما نحن فيه من مأزق. لذلك أنا أين أوجه سؤالي؟ أوجه أقول أنه بالإمكان، لأنه يعني في اللحظات الانتقالية بالإمكان بالحراك الداخلي الوطني، أقول الأكاديميين في صنعاء يعني كانوا مجرد موظفين يستلموا مرتبات. لذلك لما قال الحوثي كان يعطينا ورق، أنا تقريبا في واحد من اللجنة عمل لي ورقة كده، لم أدخل الجامعة يعني أدخل البوابة، عدت سيارتي لا يمكن لي أن أعود لعهد الشيخ أنه اسمح لي بدخول الجامعة واحد ينتمي للقرى الوسطى. وبعدين هم قبلوا الخضوع، يعني الجامعة سيطروا عليها من أول شيء، سيطروا على المؤسسة الجامعية. الآن الشعب اليمني، أنا أؤكد لك أنه إذا وجد حتى في عدن، لماذا الإمارات تسعى إلى كهرباء ما فيش؟ هذه الاغتيالات والسجون هذا عملية مدروسة. ما الذي تريد؟ تجد إيجاد فراغ. يعني شوفي، الغرب يقول الإمارات بالاتفاق مع بريطانيا أنه الآن لو قالوا يشي خرج الإمارات بتقوم القاعدة بتفجيرات واغتيالات، وأنه في هناك ضرورة لبقاء القوات الإماراتية لإملاء الفراغ الأمني لأنه البديل داعش، كما كان صالح يعمل بالضبط. هذا هي الخطورة. بالتالي حتى ترامب في هناك اتفاقية خارج دول التحالف تسمح بالتعاون الأمريكي مع الإمارات والسعودية في ضربات عسكرية بالطيران تتجاوز، لأنه اتفاقية موقع عليها الكونغرس، يعني السلطة التشريعية الأمريكية موافقة عليها في مكافحة الإرهاب، لكن مش بيقولوا كل العمليات مرتبطة بمكافحة الإرهاب. لذلك شوفي، كلما كان يتقدم باتجاه تعز صفو المحافظ عدن، صفو الأئمة، هذا كله مدروس. لأنه شوفي عدن، هل عدن هي يعني مدينة الخارقة؟ عدن هي جغرافيا يمكن تتخزن بالبحر وتشوف من تحرك ماشي. يعني أنت معك عشرات الآلاف من الحزام الأمني والمخبرين والشباب والأمور، يعني أنت مسيطر في المال على الأمور. بالتالي هذه الاغتيالات والتصفيات وضعاف السلطة مدروس، وتقرير الأمم المتحدة واضح. لذلك الآن ما عندناش مخرج واحد، المخرج الأوحد عودة الأحزاب السياسية تستقيل كمستشارين من عبد رب منصور. ليش الاستقالة نتخلص عن الشرعية؟ نقول الشرعية هي يعني جسر العبور الآمن، نحن ليس ضد السلطة، البديل عن يعني القضاء على عبد رب منصور هادي الآن يعني الحوثيين سلطة شرعية. نعم، بعد أن تستقيل الأحزاب ما الذي يحدث؟ عليها أن تعيد تفعيل الأحزاب السياسية وتقدم تستقيل كونها جزء كبيرة منها كمستشارين. الآن أصبحت الحياة السياسية مغلقة، لأنهم أصبحوا يعني ما نعرفش نميز بين عبد رب منصور هادي والأمناء العامين، انفصل. إذا عبد رب منصور هادي مستشارين يختار له مستشارين آخرين. الأحزاب السياسية تعود للعمل، تعمل بيانات مستقلة، تخرج من الرياض، تذهب حتى إلى القاعدة بتعز ولا أي مكان، لكن تبتعد من الرياض والإمارات، تقدم رأي على النخب الحركة الوطنية في الداخل أن تستعيد وتبحث عن الصين لها طموح في اليمن، نبحث عن منافذ أخرى. يا جماعة، الإمارات هي التي أغتالت الشعب اليمني. أنا أقولها بوضوح، الدول الخليج حتى صراعهم أثر علينا، لكن السعودية كان لها أطماع وهي تابعة، لكن نحن أمام مؤامرة. الآن أنت إذا قلت الإمارات اخرج فجأة، لابد أن يعني عدن الآن لو قدم الرئيس الموذي أو عاد بطيارته وخلوه يقصفها زي ما هدده، هو هدد مرة في الإمارات قال لهم سأعود وقصفها، وراجعوا 45 دقيقة ورجعوا جدة مع رئيس المخابرات السعودي ومدير مكتبه، هذه معلومة أكيدة. كان عليه أن يقبل هذا التحدي، يقول للإمارة اقصفوا، يبلغ الشعب اليمني في بيان أنه أنا هددت، أنا هددت خلي يقصف الطائرة، والشعب اليمني يقرر مصيره. ويعمل موقف بطولي في آخر حياتنا إذا هذا الرئيس أراد أن يختم حياته بشكل يعني نستطيع أن نتسامح معه تاريخيا، يعلن للشعب اليمني إنه مرفوض من الإمارات تهدده. نعم، وينزل بطائرته ونحن نعلم أن أي قصف المعاشيق الذي قصف المعاشيق الإمارات العربية المتحدة والشعب اليمني كفيل. لكن إنه مطار عدن مغلق، ميناء عدن مغلق، يتحدثوا عن ميناء الحديدة، ميناء الحديدة، لكن إحنا قادرين. لذلك الأحزاب السياسية تتحرك،
المجتمع المدني، التجار اليمنيين عليهم أن يستعينوا من مول الصحف بأيام عدن، من كان يدفع التبرعات للنعمان سريا. حركة في عندنا رسمال، علينا أن نعيد النبض للشارع، وعلى أبناء تعز أختم، على أبناء تعز أن يفعلوا كل جهدهم ألا يطبق نموذج الحديدة عليهم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد البقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.